هنشوف ترند الاهلي في ايه النهارده وايه اهم الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب الرسمي لمستر بيتسو موسيماني على تويتر، واللي كتب قال: لقد تحدث معي رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا لتقدير مساهمتي المتواضعه في القاره، وهو في تقدير كبير جدا بالشغل اللي بيعمله مستر موسيماني مع النادي الاهلي، وده امر طبيعي جدا لان هي كانت حاجه يعني جديده من نوعها ان الاهلي يعني يتعاقد مع مدرب من داخل قاره افريقيا، ما حصلتش قبل كده، فده حدث في حد ذاته فبيستاهل دايما المتابعه بشكل مكثف بالتحديد من جنوب افريقيا ومن القاره كلها. خلينا كمان نروح لحساب مبتدا على تويتر واللي بيتكلموا على أفشة وغيابه عن مباراة الترجي الأولى. بالمناسبة يا جماعة، أفشة عنده فرص بإذن الله إن هو يكون موجود في المباراة الأولى في تونس، لكن الناس بتحاول تستنتج حتى لو غاب أفشة مين هيلعب. في بدائل كتير جدا، في بدائل كتير جدا. هو هنا بيقول لك إن موسيماني استقر خلاص على بديل أفشة. إحنا فين والماتش فين؟ الماتش لسه ناقص عليه 18-19 يوم، فلسه بدري. الحسابات اكيد كتير، موسيماني هيفكر بشكل جيد، لكن هم طبقا للخبر هنا بيقولوا ان تم الاستقرار على اجاي. لسه ما فيش لا استقرار على اجاي ولا على اي حد تاني. انت عندك ممكن اجاي يؤدي المكان ده، ممكن ناصر ماهر طبعا يؤدي المكان ده بشكل كويس ان هو مكانه اصلا ده، بس هو ممكن يكون ناصر بعيد شويه عن المباريات دي، برده حاجه مبروكه للمدير الفني. لو تاخد رايي انا، لو ينفع يعني اقول رايي انا، انا اتمنى ان السوليه يقوم بدور أفشة ويبقى حمدي وديانج جنب بعض، منها يبقى عندك ثلاثة في نص الملعب منهم واحد بيجيد الواجبات الهجومية والدفاعية اللي هو عمرو السولية، وفي نفس الوقت عندك تقالتين في نص الملعب اللي هم حمدي فتحي وديانج. لكن كل الأمور دي طبعا متروكة لمستر بيتسو موسيماني. طيب خلينا كمان نروح لحساب الأهرام، وبرده الكلام على أفشة، وطبعا كلام كتير على اللاعب وغيابه لأنه هو لعيب مهم جدا، أحد أبرز اللعيبة في أفريقيا مش في مصر بس. قال لك أربع بدايل في الأهلي تعويض غياب أفشة أمام الترجي التونسي. قال لك هنا كذا حاجة، قال لك موجود أجاييه، في كهربا، في وليد سليمان، وناصر ماهر. بدايل كتير جدا، وأكيد موسيماني هو أدرى بكل شيء. هنشوف في الآخر هيستقر على إيه. الأهم بالنسبة لنا إحنا بس لما نروح هناك نلعب نجيب جون، إحنا مش عايزين غير كده، عايزين نجيب جون خارج ملعبنا عشان يبقى عندنا أريحية أكتر لما نرجع هنا نلعب في مباراة الإياب في مصر. طيب اليوم السابع ومحمد هاني يغيب عن الاهلي في مباراتي الترجي بنصف نهائي افريقيا. لم يتحدد يعني الكلام اللي طلع امبارح او اللي النادي الاهلي اعلن عنه ان هيغيب ثلاث اسابيع. الماتش ناقص عليه 18 يوم، يعني انت كده ما كملتش الثلاث اسابيع، فبالتالي اكيد النسبه الاكبر انه هيغيب عن المباراه الاولى، رغم الكابتن سيد دلوقتي في التقرير اللي كان معانا قال لسه مش متحدد هل هيلحق المباراه الاولى ولا لا، لكن مبدئيا غياب ثلاث اسابيع. طيب هل يلحق مباراه الاياب؟ ده اللي هيبان طبقا للتطور في حاله محمد هاني ومدى استجابته للعلاج. لكن محمد هاني طبعا لعيب مؤثر جدا ومهم بالنسبه لنا قوي. خلينا كمان نروح لحساب بطولات على تويتر اللي بيقولوا في تقرير ان الكاف يستقر على حكمي مباراتي الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وبيقولوا ان حكم مباراه الذهاب هيكون فيكتور جوميز الجنوب افريقي، وحكم مباراه الاياب في مصر هيكون رضوان زايد المغربي. بس الكلام ده لسه مش رسمي، لكن ممكن تكون النسب اكبر في اتجاه الاثنين دول. ومن الحكام المميزه رغم رضوان زايد الفتره اللي فاتت يعني اثر معانا بشكل كبير جدا في احدى المباريات الافريقيه، اعتقد مباراه سيمبا، فكروني يا جماعه مش فاكر انهي مباراه يعني في دوري الابطال، فيتا كلوب، وكان حسب ضربه جزاء علينا غير صحيحه بالمره، لكن في كل الاحوال هم اسمين كبار.